المسلسل الفائز بالمركز الأول. المسلسل الفائز بالمركز الأول زمن العار من إنتاج شركة العاج، ليتفضل المنتج هاني العشي لاستلام درع التكريم. The first place winner is Zaman العار, an Ivory Company production. زمن العار بنجومه، نجوم سوريا الكبار. يتفضل الفنان بسام كوسا. الفنان تيم حسن. الفنانة سلافة معمار. هي ليست ممثلة لكنها ذابت في أداء الممثلين جميعا. نحيي جميعا المخرجة رشا هشام شربتجي. الجائزة للمرتبة الأولى 500,000 دولار أمريكي. نحيي الدراما العربية كونها لتكن الفن الثامن الذي يتجاور مع الفن السابع السينما. أيها الحضور الكريم، نشكركم على وجودكم معنا في هذه المناسبة المميزة، لكن قبل ذلك نترككم مع هذه المشاهد الخاصة لمسلسل زمن العار. مبروك. Thank you very much for being Thank you very much for being with us today. Now please sit back and enjoy a special screening from the winning series. And congratulations to all our winners.